جدا لك. يبقى انا بركز، هنشوف دلوقتي يا جماعه حاجه اسمها سويتشنج سكيورتي، شويه حاجات كده سكيورتي على السويتش مهمه جدا. اول مشكله ظهرت لنا يا جماعه بتحصل على السويتش حاجه اسمها الدي اتش سي بي سبوفنج، وحاجه اسمها الدي اتش سي بي ستارفيشن. اول حاجه ممكن حد يضحك عليك ويعمل لك دي اتش سي بي مزيف. سبوف يعني مزيف، تمام كده؟ سبوف يعني متنكر، تمام كده؟ سبوفنج بارتي يعني ايه؟ حفله تنكريه، خلي بالك. دي اتش بي ستارفيشن يعني مجاعه الدي اتش سي بي. دول مشكلتين جامدين جدا ممكن يحصلوا على السويتش. هشرح الاولانيه وهشرح الثانيه وهشرح علاجهم ازاي بنقفلهم كراجل ادمن وراجل محترم انت، تمام؟ الحاله الاولانيه يا عم باسم، الحاله الاولانيه ان انت عندك السويتش اهو، تمام؟ احمد ده عفريت بتاع النتورك، خلاص؟ يوم عامل ايه؟ موصل جهازه في الجامعه عادي جدا وقاعد ما بيكلمش حد اهو، ده جهازه، ورايح مسطب على الجهاز بتاعه برنامج اسمه دي اتش سي بي سبوف. لو انت رحت عملت سيرش على جوجل النهارده هتلاقي برامج كتيره جدا بتعمل الموضوع ده. يعني ايه دي اتش بي سبوف؟ يعني الجهاز بتاع احمد ينقلب دي اتش بي سيرفر. الجهاز بتاع احمد ينقلب ايه؟ ده غير اساسا الدي اتش بي سيرفر الحقيقي بتاع الشبكه بتاع الجامعه اللي بيدي ايبات للناس. ده الحقيقي اهو. اما ده المزيف، ده جهاز احمد. الدي اتش بي سبوف ده بينحط في ايه؟ يوم احمد يقول له لو حد يا عم طلب اي بي اديله الاي بي ده 1112، ادي السبنت ماسك اهو اديله ده. احمد بقى في البرنامج بيظبط نفسه، ما هو تولز بيلعب فيه. الجيت واي اديله الاي بي بتاعي، هو الاي بي بتاع احمد 192.168.1.10 اهو. بقى احمد الجيت واي لاي حد يطلب ايه؟ اي بي. يا نهار ابيض. الحقيقي بقى كان بيوزع في رنجات كام؟ من 1.0 لواحد ضد 255 اللي هو 192.168 يعني. ده الحقيقي. حلو؟ ماشي؟ الوضع كده تمام؟ يبقى احمد جه الصبح راح فارد التولز بتاعته سطبها على الجهاز وهو متوصل اساسا بالنتورك. يعني الاي بي 1.1.1 اثنين هو يا عم مديهم من عنده. 2 3 4 5 ده الاي بي بالظبط. والجيت واي 192.168 10 ده اللي هو الاي بي بتاعه هو، مش الاي بي بتاع الراوتر. بس انا بضحك عليه بقول له ايه لما حد يطلب منك اي بي اديله 1.1.1.2 اي بي فيك كده من عندي و3255 0 والجيت واي انا الجيت واي بتاعكم كلكم، مش انا الجهاز بتاع 1.10 هو المفروض 1.1 بتاع الراوتر، فانتوا جيتوا وصلتوا اللابات بتاعتكم، انا موصل التولز عندي على الجهاز مسطبه 1.1.1.2 رضا جهازه داخل، رضا جهازه داخل اهو 1.2 بس 255 و3 و4 5 6 7 بس مين الجيت واي بتاعته بشويه؟ انا. وانا مش الدي اتش بي اساسا، ده انا واحد مسطب على اللاب بتاع برنامج بيعمل مزيف دي اتش بي مزيف. يا نهار ابيض. لا ده بص بقى يا معلم، رضا هو داخل بجهاز اهو عايز اخد اي بي برودكاست، تروح لي ده يقوم ده رد عليك بايه؟ باوفر. فاكرين الاوفر؟ الاوفر مين بقى يا معلم جاي لي؟ 1.1.1.2.3.255.0 الجيت واي 192 ده بتاع احمد، ده بتاع محمود، ده الاي بي بتاع محمود اهو، ده الجيت واي ده مش بتاع الراوتر. ما انا بضحك عليك والله. لو احمد كان جامد، لو احمد كان جامد هيعمل حاجه اسمها مان ان ذا ميدل اتاك. يعني ايه مان ان ذا ميدل اتاك؟ مان ان ذا ميدل اتاك يعني الهجوم اللي الراجل قاعد في النص. ايه الهجوم الراجل بيسموه كده؟ مان ان ذا ميدل اتاك. ايه الاتاك ده؟ ان كل ما رضا يجي يخش على النت الباكت يوم وهو واخد احمد منها كوبي وما عندوش الباكت خارجه نت، السيرفر بيرد على رضا معدى على احمد واخد منها كوبي وما عندوش الباكت بتاعته، بقى راجل في النص ما بينه وما بين السيرفرات بتاعت النت دلوقتي. تاني احمد دلوقتي بقى هو الجيت واي بتاع رضا. فلو احمد جامد هيعمل ايه؟ احمد هيعمل ايه؟ هيقوم مسطب برنامج بيجمع باكيتات اسمه وايرد شارك.
برنامج تاني خالص غير اللي عمل دي اتش بي سبوف. البرنامج ده بيعمل ايه؟ كل ما يجيله باكت ياخد منه كوبي. فكده كل مرة ده يجي يخش على ياهو هيبعت للجيت واي بتاعته. الجيت واي مين؟ احمد. احمد لو جامد هياخد من الباكت دي كوبي يبعتها للياهو. الياهو لما يجي يرد ارد على احمد لانه الجيت واي بتاع رضا، ياخد كوبي ويبعتها لرضا. كل ده والسيرفر هيك قاعد نايم. هو ماله يا عم هو السيرفر هناك بيوزع اي بي ده ادك اي بي هو ماله السيرفر التاني؟ ما انا قبل ما ادوك هيرد عليك انا رديت عليك. انت عايز تبعت بقى انا بعت بس انا عارف. طيب لو احمد اي كلام يعني على قده كده ما يعرفش يعمل ايه يعني بيحضر عفته مش عارف يصرفه هيعمل لك حاجه اسمها ايه؟ الدوس اللي هو دينايل اوف سيرفيس. يعني ايه دينايل اوف سيرفيس؟ يعني ما كل ما رد داخل على النت يقوم احمد واخد الباك بتاع رضا رميه خلاص يبقى كده رضا مش هيخش نت. دي اسمها الدوس. منعت الخدمه عن رضا. يعني واخد اي بي بس واخد صح واخد اي بي مزيف. انت كده رضا كل ما تيجي تخش على الياهو تبعت لمين؟ الجيت واي بتاعك. هو مين الجيت واي بتاعك؟ احمد. احمد مش مسطب برامج بتعمل كوبي ولا اي حاجه. هتروح لاحمد انا عايز اخرج على النت ارميك ارميك ارمي الباكت. فانا بعمل كده حاجه اسمها ايه؟ دوس. مشهور قوي اتاك مشهور. دوس يعني ايه؟ يعني بمنع عنك النت. طبعا رضا ملوش في النتورك. رضا بتاع مبيعات او بتاع شؤون طلاب او بتاع ملوش في النتورك يعني صح كده ما يعرفش. هو واخد اي بي والكابل شغال واي بي والدنيا حلو. انما بقى لو احمد جامد هيعمل ايه؟ لا هيكابتشر الباك. انا بعمل دي اتش اس بي سبوف اول ما بعملها بكل الاجهزه اللي معايا على نفس اللي بتطلب اي بيهات تيجي تطلب اي بي. هل اللي تطلب ولا الوحده؟ طب الوحده اي بي لا خلاص جالك انا في السيرفر. فانت رايح مثلا انا رايح مثلا كلنا يا عم ما تخليك جامد بقى. لا هم خدوا اي بي خلوهم يطلبوا اي بي. اعمل ريسيت للراوتر اطفي الباره ايده. اما بقول لك ايه اقلش معايا بقى. هو واخد اي بي خليه يطلب اي بي. طب افصل الراوتر وايده تاني. لو ايه؟ لو دي اتش تي بي يا عم افصل السويتش باور وايده تاني. لا هو بس دلوقتي اللي رويت الكمبيوتر بتاعك مش ممكن اخد اي بي ده اصلا؟ ممكن احمد بقى اللي يدي بقى ساعتها بالظبط كده. يا عم هو انت معاك اي بي انت معاك اي بي خلاص خلاص. هو مش هيديك اي بي جهاز احمد مش هيدي اي بي. طب انا عايز يجي ياخد اي بي مني طير الباور وشغله تاني. ايه يا عم بقى. ايه يا عم ده هو الاي بي بيتغير كل ساعتين في الويندوز. لو وصلنا للسيرفر انت كده خلصت كل حاجه يا ابني. انا هوصل السيرفر ليه؟ انا مش عايز السيرفر في حاجه. انا انتوا وانتوا كلكم كده هفصل الكهرباء بتاعه المكان وايدها تاني خلاص. ايه لا بتغير الاي بي بيتغير كل ساعتين. اهو يا معلم اهو بص بص اهو باي ديفولت كده. لو جينا بصينا يا معلم اهو على وضعك اهو اوبن نتورك اند شيرنج سنتر لوكال اريا كونكشن ديتيلز. بص يا معلم الراجل اهو واخده الاي بي كل بيتغير كل يوم هنا اهو. ادا الاي بي اوبتيند هو واخده امتى؟ 17/11 الساعه ما اعرفش واحده وكام. هيسيبه امتى؟ يتجدد امتى؟ 18/11 يعني بيتغير كل يوم. هنا الديفولت بتاع الراوتر ده بتاع النت هو بيديني اي بي بيغير الاي بي كل يوم يعني يوم بيوم كل 24 ساعه. حته الليرد بقى ممكن احمد هو اللي يروح بالدول هو فاهمني فاهمني قصدي ايه. بس حلو الكلام. طيب ده كارثه. ده اللي حصل ده كارثه. طب احمي الناس بتوعي ازاي؟ اي حد كده يقوم بعت لي اوفر. اي حد كده يقوم بعت اوفر. اي جهاز على النتور كده يقوم بعت اوفر. ده انت كده بتهرج. فقام يا معلم عاملين ايه؟ قال لك بصهم لا طالما الناس بتلعب كده انا مش واثق ولا في حد على النتورك. محدش يبعت فيك اوفر. ازاي اعملها دي؟ بنقوم كاتبين على السويتش يا معلم اي بي دي اتش سي بي سنوبنج. ايه ده؟ التاني كان سبوف متنكر. سنوبنج تعرف يعني ايه كلمه سنوبنج؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ اللي مناخيره طويله. عارف الكلب كده لما بيقعدوا يجيبوه يشمشم في الحاجات؟ هو هو ده السويتش هيشمشم على كل باكت طالعه منه. محدش يقدر يبعت اوفر. اول ما تكتب الكوماند ده كل البورتات بتاعتك اتحولت من المود الثقه لعدم الثقه. اللي هو ماشي انت فاهمني؟ يعني ايه ما عادش حد يقدر يبعت اوفر. خلاص شكرا اهو يا معلم. اجي على السويتش اهو عندي. بص 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 يا عم بص يا عم اثبت بس كده اهو. اجي على السويتش اهو ها عشان نفهم نتورك بقى. هاجي على السويتش كده دبل كليك عليه. يلا يا باشا يلا يا باشا خلص
خلصت هعمل لكم دي اتش تي بي سيرفر حالا اهو الباكت تريسر. احنا جايين بس يعني نفهم نتورك. سيبك من الكورس خالص مش مهم يخلص في امتى. اهو ادا السيرفر اهو وادا ايه الاجهزه اللي بتاخد ايبهات اهي. ده سيرفر حقيقي اهو وادا الكابلات بتاعتي اهي اهي. حلو الكلام اهي. وادا السيرفر اهو اللي باسم عامله للشبكه بتاعته اهو. ده دي اتش بي سيرفر يا ولاء. دبل كليك عليه كده ونروح على سيرفس ونقول له دي اتش تي بي سيرفر عايزين نشغل الخدمه دي اون. هسمي البول سيلز اي حاجه يا عم اي شبكه. طب الجيت واي اللي انا هديها للاجهزه كام؟ 192 168 11. طب الدي ان اس كل الناس هتاخد 4 8 مثلا. طب هيبقى وزع اي بي من اول كام؟ لا يا معلم وزع اي بي من اول 192 168 1 10. عايز اوزع من اول 10 انا مزاجي كده. السبنت ماسك بتاع الشبكه اهو حلو اهو. طب كم جهاز هتوزع؟ انا والله ما عنديش في الشبكه اكتر من 100 جهاز براحتي بقى يعني من 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 10 لحد 110. حلو ماشي. ونقول له ايه؟ ونقول له سيف بقى موديفايد. معلش 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 هو بيقول لك الاسم بتاعي ما ينفعش. طب خليها كده اهو 192 اهو بس مش راضي يغير الاسم بتاعه. بقول لكم ليه؟ 1 1. الدي ان اس كام؟ 4 8 اهو. الستارت اي بي 192. ده اللي بنعمله يا جماعه على السيرفر بتاع الويندوز سيرفر على فكره. 1 10 اهو. السبنت ماسك كام؟ 255 255 255. تمام. الماكسيمم يوزر 100 بس كده. سيف بقى خلاص اهو. بس ما تغلطش غلطتي. لازم مش ده مش ده سيرفر جهاز جوه الشبكه. لازم تحط له اي بي ستاتيك. مش السيرفر بياخد اي بي ستاتيك اهو. ناخد على الديسك توب ولا ينفع السيرفر من غير اي بي؟ مين اللي هيديله اي بي بقى؟ 192 168 1 ايه 1 1 مثلا اي حاجه يا عم. خليها 1 2 ماشي ماشي. جيت واي اهو 1 1. حلو حلو. المفروض لما تعمل هنا اهو الاي بي بتاعك اوتوماتيك دلوقتي يروح ياخد اي بي منين؟ اهو خد اهو 1 1. الجهاز بتاعي الجهاز بتاعك. احنا مش عايزين ستارت اي بي 1 10 صح؟ طب ازاي؟ ما هو انت اديت السيرفر هنا 2. السيرفر كده اصلا بيدور 2 من تحت ال 10. طب ماشي عادي اصل السيرفر ما بياخدش اي بي لوحده. طب تعالى نتاكد بس تعالى نتاكد تعالى نتاكد بس يا رضا كده غيرناها مره ثانيه ولا لا؟ بدأنا من اول 10. لا والله لا والله لا والله ما بدأش. بدأ من اول 1 0 وعايز اول رقم في الشبكه. تمام. انما لو قلت له 1 10 ينفع كده 1 10 سيف اهو كده 1 10. هو كان 1 0 على فكره. اه تعالى كده نجرب تاني معلش. يعني لو عملته ستاتيك ورحت دايناميك اخد 1 10. انا ظلمت الراجل يا عم. ها 1 ايه؟ 1 11 بقى صح؟ ما انا سيبته الاي بي وخليته ياخد من الاول. حلو كده؟ طيب انا دلوقتي يا ولاء مش عايز الراجل ده يرد. مش عايز حد يرد باوفر خالص. عايز امنع اي حد على السويتش يرد بايه؟ باوفر. لان شك فيكم كلكم. اعمل ايه؟ اقوم جاي على السويتش يا معلم كده وملبسه الامر ده انيبل كونفيجر تيرمينال اي بي دي اتش اس بي سنوبنج. حلو. تعال نجرب كده. يعني الراجل ده ما يقدرش يدي ايباد؟ محدش لسه على السويتش يقدر يدي ايباد دلوقتي خلاص. لبست يا معلم. يعني لو الراجل شال الاي بي وحط اي بي تاني بقابلني بقى. سويتش مانع حد يرد اي بي. خد الاي بي اهو. فاكرينه؟ ها؟ فاهم نتورك يا محمد دلوقتي؟ ها؟ الدنيا ماشيه معاك ولا ايه؟ تمام؟ اهو تعال روح للجهاز التاني. اهو روح يا عم خد اي بي. يا عم ما هو ما عادش بقى. ما انا اتصلت على الناس كلها. مفيش ولا بورت يقدر دلوقتي. يعني لو احمد وصل اللاب بتاعه وحط 200 دي اتش بي سبوفنج مش مسموح له البورت اساسا ما بيطلعهوش. محدش يقدر يرد باي بي. طب ممكن احددها على بورتات معينه؟ ايوه. بروح بقى على الدي اتش بي الحقيقي واقول له انت الوحيد اللي واثق فيك.
على البورت اللي متوصل بالدي اتش بي الحقيقي، مش ده اللي المفروض هو اللي يرد عليها، مش اي حد تاني على الشبكه. ما عملناش كده اصلا، الاجهزه تاني يوم كلها توقف. بس انا عايز بقى الاجهزه تاخد اي بي. هو فين السيرفر الحقيقي اهو متوصل على بورت كام؟ انا عايز اثق بس في 0 على 3 صح يا معلم؟ اقوم داخل جوه 0 على 3 اهو. حلو الكلام. انترفيس فاست 0 على 3 اي بي دي اتش بي سنوبينج تراست يا معلم. انت الوحيد اللي انا واثق فيك، انت الوحيد اللي حبيب قلبي. ده الرئيسي. ما ينفعش اي بورت اصلا على السويتش يعمل حاجه. خلاص ما ينفعش، ما هو بيعرف يخش على الكونفيجريشن. انا فصل عليه كل حاجه وقافل الكونسول وقافل الكابينه بالمفتاح. لا قبل ما تقفل انت بقى. مين اللي قال ومين اللي قال لك ان احط احمد السنه قبل ما اقفل؟ هو في حد اصلا بيجي الشبكه قبل ما انا اخلص الشبكه بتاعتي؟ تفهمني؟ ولا بعد ما اسيب له الكابينه مفتوحه وبتاع ارجع اقول له بتغير لكم في الكونفيجريشن؟ حلو الكلام؟ لا انا مش قصدي كده، انا قصدي قبل ما تعمل مين يا عم قبل ما اعمل؟ بعمل كل الكونفيجريشن الاساسيه قبل ما حد يخش على الشبكه اساسا، والبورت سكيورتي والكلام من ده اصلا ما يعرفش غير الاي بي بتاعه. ايوه صح كده؟ لا هيبقى جامد احمد، هيبقى جامد. يلا تعال نشوف كده، تعال نشوف كده شباب، تعال نشوف كده. الله يخرب بيت الفيديو، الفيديو خلاص الفيديو باظ. دي اتش بي بصوا 1 12 شفت خد اي بي لوحده. طب احمد بقى حاول ايه؟ حاول يغير البورت بتاعه. احمد اهو راح على بورت تاني، ده البورت بتاع احمد اهو، وشغل جهازه دي اتش بي صح؟ مش شغال دي اتش بي اساسا؟ حاول يخش يا باشا. انا ما فيش حد مصرح ليه ان هو يبعت له اوفر غير 0 على 3. هو الوحيد التراست حبيبي. حلو الكلام؟ ايوه ده اول واحده. ده اول واحده ليه ايه؟ اي بي دي اتش بي سنوبينج. اول حل لمشكله السبوف. السبوف اللي هي ايه؟ متنكر. فالكوماند اسمه سنوبينج، بقطع كل الناس. تاني حل بقى الراجل التاني بقى اوسخ من دي. لا انا مش هديك اي بي، بس انا هعمل قصه تانية. قصه ايه بقى؟ روق عليا. بص كده القصه التانية. القصه التانية يا عم خليك معايا. خلصنا السنوبينج خلاص. القصه التانية اللي هي الاسترفيشن بقى. بعمل ايه في الاسترفيشن؟ بروق الدي اتش بي. انت قفلت عليا الاولانيه، اشوفك بالتانية. ايه بقى التانية يا معلم؟ انا عندي الدي اتش بي الحقيقي ده. مش عارف انت ما بتلونش معايا ليه النهارده. ها هو بيجي عليه وقت كده بعد البريك خلاص بيبقى المستمع. دي اتش بي سيرفر طبعا انتوا عارفين دي اتش بي سيرفر بيبقى محطوط لبول مثلا من 192 168 1 مثلا 11 زي ما احنا كنا عاملين لحد 192 168 1 110 صح؟ مش احنا كنا عاملين كده يا عم باسم؟ ان دي الايباد اللي هتتوزع. ماشي. احمد بقى يا معلم يقوم عامل ايه؟ يقوم منزل عنده برنامج اسمه دي اتش بي ستارفيشن. بيعمل ايه البرنامج ده؟ كل شويه يروح يقول للدي اتش بي سيرفر دي اتش بي ديسكفر انا عايز اي بي، يقوم مديله 1.11 يقوم واخده ورميه ومغير الماك بتاعه. برنامج مغير الماك بتاع الجهاز. دي اتش بي ديسكفر عايز اي بي دولار واحد كمان. دي اتش بي ديسكفر عايز اي بي واحد كمان. دقيقتين اتنين يخلص كل الايبات اللي بقلب الدي اتش بي سيرفر. بول ده شد كله. يجي جهاز باسم راجل محترم اهوت غلبان اهو عايز اي بي دي اتش بي ديسكفر. يقول له كان على عيني ده في عندي 100 جهاز خدوا الايبات كلها. روح لاحمد بقى. كده باسم هياخد ايه؟ ابيبه. كده باسم هياخد ايه؟ لان الدي اتش بي سيرفر البول بتاعه خلص. انت فاهمني قصدي؟ انت فهمت ان انا عملت ايه؟ ايوه انا رحت نزلت ياخد الفاز. ويرمي يا عم خزن مين؟ ويرمي ازاي؟ هو بقى لسه ما جابش ده. هو مش هيجي لك. هو ده زي ما بيجي لي انا ازاي؟ ما بيجيلكش انت، بيروح للسيرفر اساسا. بس انت كنت مخلص كل الايبات اللي عند السيرفر. وانت بتهكر على الشبكه بقى. فهمني؟ انت بص انت بتهكر عايز ايه؟ عايز كل الناس اللي موجوده دي ما تاخدش ايباد.
فما تعرفش تخش نت، فانت بس لوحدك اللي داخل النت واخد اي بي. حلو الكلام. انت عارف البرنامج اللي بينزلوه العيال اللي هو بتاع نت قطر بيعمل ايه؟ عارف مش احنا خدنا جدول اسمه الارب؟ الارب دي عباره عن اي بي وماك. لما يجي حد في حضراتكم يطلب الماك بتاع الراوتر بتاع النت يقول له انا، يقوم يدوا الماك بتاعه هو. تمام؟ فكلكم كده لما تيجوا تطلعوا النت تروحوا له هو. وتروح تقطع على الزوق وتقطع عليه. ما هو ما انت لما بتروح له هو قطع عليك ما بيودكش، بيوقع لك الشبكه. يعني اللعب كله في الارض. انت عارف لو انت تفضل الارض بتاعك انت اللي فيه معلومه غلط، هو معلومه ايه 192 168 11 اللي هو الاي بي بتاع الراوتر محطوط عليه الماك بتاع مين؟ بتاع احمد. فكلكم لما تيجوا تخش النت تروحوا لمين؟ لا هو النت قاتل في كده. هو لو حد شغال كابل بس لانها هتروح تاخد الماك بقى الحقيقي بتاع الراوتر من الراوتر. انت لو انت تحط الاي بي بتاع الراوتر بالماك الاستاتيك في طرق بتحطها ستاتيك النت قاتل مش هيشتغل. حلو الكلام. طب دي حلها ايه؟ دي حلها ايه؟ الموضوع ده حلها ايه؟ قال لي كمان يا ولاء انا بكتب كوماند على كل البورتات اسمه الفلو ريت. كام دي اتش سي بي سيرفر مسموح لك على البورت نفسه؟ على البورت نفسه، على البورتات نفسها. فلو كتبت اي بي فلو ريت 5 معناها ان انت لو طلبت 5 ديسكفر في خلال دقيقه البورت بتاعك يقفل شوت داون ويبقيت لي لوج في واحد هناك على البورت ده بيلعب. صح، ده معروف اللي هو ناخد الماي بس تاني. يبقى في كوماند اسمه ايه؟ اي بي فلو ريت. بس مش فاكره قوي فهجيبه لك اهو. اهو اهو جوجل اهو عشان ننهي بقى القصه دي. دي اتش سي بي سيسكو دي اتش سي بي فلو ريت. هو هنا اهو. يلا يا عم ولك ايه؟ اي بي دي اتش سي بي سنوبنج ليميت ريت وبكتب هنا 5 6 زي ما انا عايز. بيقول لك ايه؟ كونفيجر ذا نمبر اوف دي اتش سي بي باكيت بير سكند. بير سكند يعني ايه؟ يعني لو انا كتبت له ايه؟ اي بي دي اتش سي بي، بس يا رب الكوماند ده يكون موجود، وتقريبا ما كانش موجود قبل كده على البورتات. تعال كده نشوفه انيبل، بس موجود على سويتش حقيقي. كونفيجر تيرمينال انترفيس رينج فاست 0 على 1 لحد 24 اي بي دي اتش سي بي سنوبنج ليميت ريت 5. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ معناها ان كل بورت مسموح له اقل من 5 باكيتات دي اتش سي بي في الثانيه من الواحد 24 من كل البورتات. طب لو في واحد بيلعب بقى زي احمد عمال ياخد ايبهات ويغير والكلام من ده شد داون. بص كده بيقول لك هنا لو انت عملت الكلام ده شغال راح فين اهو. لو انت عملت الكلام ده يبقى انت مسموح لك ان انت تكتب الرقم ده من 1 لحد 2048. يعني كل واحد مسموح له ممكن بدل 5 دي تكتب 2048 انت براحتك. 3 5 6 زي ما انت عايز. ماكسيمم عندك كام الرقم ده؟ 2048. باي ديفولت نو ريت از كونفيجر. باي ديفولت مفيش ريت، مش ليميت. يا باي كونفيجر تطلب اللي انت عايزه لو انت ما عملتش الكوماند ده. تمام. وي ريكومندد ان تراستد ريت اوف مور ذان 100 باكيت بير سكند. اف كونفيجر ليميتنج اوف تراست انترفيس يو ميت نيد تو انكريز ذا ريت ليميت اوف بورت سترانك بورت. بيقول لك لو البورت ده ترانك ما حطش ليميت عليه. يعني خد بالك لو البورت ده ما بين السويتشات الكوماند ده بينكتب فين؟ على الاكسس بورت بس. كل واحد مسموح له كام باكيت دي اتش سي بي في الثانيه. فانا كتبت اي بي فلو ريت 5. لو المحل اللي مشغل برنامج وهو بيسحب ايبهات له 5 ايبهات يسحبهم اليوزر الجهاز. طب وبعد الخمس ايبهات الجهاز بتاعك مدخل في الشوت داون يا معلم. لازم انما ترانك اللي هو سويتش يسحب راحته فبيقول لك الكوماند ده ما تكتبوش على البورتات الترانك. اصل لو كتبته على البورتات الترانك ممكن يكون السويتش ده متوصل للسويتش ده بالظبط فيوقف. يبقى الشبكه اللي متوصله على السويتش ما لهاش غير 5 ايبهات. يبقى الحل الثاني يا جماعه اسمه ايه؟ اي بي دي اتش سي بي سنوبنج ليميت ريت عشان المشكله بتاعه دي اتش بي ستارفيشن.
في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب الحاجه الثانيه، حاجه الثانيه سيكيورتي برضو. ها حاجه الثانيه، احنا خدنا مع بعضنا اساسه ان البورتات بتاعه السويتش المود بتاعها دايناميك اوتو، صح؟ صح. حلو يا معلم. دايناميك اوتو هنا في فيلان 10، وهنا في فيلان 20، وهنا في فيلان 30، ومتوصلين ببورت ايه؟ ترانك مع ال10 مع ال20 مع 30. حلو. ها حلو كده. طيب يوم المعلم عامل ايه؟ البورت هنا دايناميك اوتو، في بورت فاضي في السويتش. المعلم احمد جايب الجهاز بتاعه وموصله بالجهاز بايه؟ بالدايناميك اوتو، ورايح منزل سوفت وير محول كارت الشبكه. كارت الشبكه بتاعه هو الترانك. حد يقول لي الكارثه اللي حصلت ايه؟ الله يكرمك. يا نهار ابيض، ده مش شايف ايه؟ ده اي ترافيك طلع من هنا من 30 معدى على الترانك واخد منه نسخه لو 20 معدى على الترانك واخد منه نسخه ليه، ال10 معدى على الترانك، ما ده ترانك زي الترانك الاولاني. معلم عمال ياخد باكيتات ويجمع ونزل برامج تاني، لو هو الباكيتات دي متشفره يقعد يفك اللي فيها، اكيد ربنا هيرزقه بحاجه يعني، مش هي تمام. فلما الدايناميك اوتو دوت تسيبه كده على الديفولت، وعشان كده انا بقول لك ايه، انا ما بفضلش الدايناميك ده خالص. البورتات بتاعتك يا اما اكسس يا اما ترانك، بورتات مش مستخدمها يا معلم تخش جواها وتعمل لها شوت داون كلها. بيوصل انترفيس رينج فاصل 0 على 10 لحد 0 على 20، دول مش مستخدمين شوت داون. عشان يتوصل ما يشوفش اصلا باور، يبقى بورت مش مستخدم ان يوزد اقفله. لو فتحته ممكن يعمل لك كارثه. بالظبط. تقلل في ثانيه. بالظبط. تمام كده. دي حاجات من حاجات السكيورتي. ثالث رابع حاجه بقى. رابع مشكله عندنا. يبقى المشكله دي حلها ايه؟ ان انا البورت الدايناميك اوتو يكون مقفول. شوت داون. شوت داون. تمام؟ يعني اي بورت فاتح فاضي عندك. طبعا. طبعا. ده حاجه ده مبدا يا عم اسمه هاردن. هاردن يعني ايه؟ ده مبدا عندنا في النتورك اسمه هاردن يا معلم. الحاجات الديفولت. الحاجات الديفولت اللي متفتحه تتقفل، حاجات اللي مش مستخدمه تتقفل. في كتاب كامل اساسا اسمه الهارد نتورك ديفايسز، ازاي تظبط كل الاجهزه بتاعتك، الويندوز، السويتشات، الراوترات، ازاي تعمل لها هاردن. هاردن يعني ايه؟ ازاي تقفل البورتات المتفتحه والحاجات الديفولت اللي موجوده. حلو. الثغرات اللي ممكن يخشها منها، بس ممكن احول البورت ده خليه مثلا ترانك او خليه مثلا، بس انا مش مستخدمه خلاص اقفله. حتى لو هيوصل علينا خلاص، لو انا خليه اكسس ما هو ليه ما دخلكش من البورتات دي؟ لان البورتات دي اصلا اكسس، اللي جوه البيلان اكسس اهي. حلو الكلام. القصه الثانيه علشان موضوع النيتف فيلان. فاكرين النيتف فيلان اللي هي الفيلان اللي شكلها ايه؟ اللي هو الترافيك بتاعها بيعدي من غير تاج، صح؟ من غير تاج، اللي هو اللي الترافيك بتاعها بيعدي من غير ايه؟ من غير تاج. طيب الناس كلها عارفه ان نيتف فيلان رقمها واحد اهو. يا ابني استنى، يا ابني استنى، امال انا اقول ايه بقى؟ استنى يا ابني بس بقى يذاكر بقى خلاص. لعبت معايا قبل معه هيضيعنا انا بقى. طيب تمام. بنقول سجلوا عشان لما نيجي اتفقنا عندنا حاجه مش موجوده. 10 و20 و30 ادي 10 وادي ال 20 وادي ال 30 خلاص كده. طيب الراجل جه راح موصل جهازه في الفيلان اللي هي واحد، طبعا مصطفى سايبها على الديفولت اللي هي النيتف. حلو الكلام. راح المعلم احمد عامل فريم وحط فيه هو تاج. يا نهار ابيض، قام حاطط فيه 10. احمد اللي عمل التاج، المفروض مين اللي بيعمل تاج؟ بورت ترانك. هو نزل سوفت وير بيعمل تاج وراح كاتب في الفريم تاج مكتوب فيه كام؟ 10. الفريم طلع يا معلم من الجهاز ده فيلان واحد راح للترانك. الترانك انت جاي منين يا ابني؟ من فيلان واحد اللي هي مين؟
النيتف مش هحط لك تاج، انت جاي من النيتف هتعدي من غير تاج. بس خد بالك الفريم مكتوب فيه كام؟ 10. اسمعني، روح للترانج الثاني وانت جاي من انهي فيلان، يبص على التاج يلاقي فيه تاج 10، يقوم منزله الكل ال 10 هنا. حصل التاج ده فريم، ده ممكن يكون دي شي بي ديسكفر، ممكن يكون اي حاجه، بس انا عرفت دلوقتي اودي داتا، اودي مسج للفيلان 10. طب الحل في دي اعمل ايه؟ اغير النيتف فيلان من الفيلان 1 للفيلان 99 وافضي كل البورتات اللي موجوده في الفيلان 1. فاكرين كنا بنغير النيتف فيلان ازاي؟ صح كده تقريبا. حلو، ها في مشكله عند حد كده لحد الان؟ في مشكله؟ تمام. طيب الجزء اللي جاي بقى كفايه؟ كفايه؟ كفايه.